زمان من حوالي 30 سنة، المكان محكمة الأسرة. الشخصية الرئيسية اللي معانا هو عبد الحميد شرف، عاطل ومدمن مخدرات، وزوجته هي السيدة الفاضلة زينب عبد الحي، ربة منزل وتعمل بالأجر في المنازل. اللي اتقال عن الناس دي في الوقت ده إن عبد الحميد قام برفع دعوة زنا على السيدة الفاضلة زينب عبد الحي وأنكر نسبه للطفل اللي هي خلفته. صحيح، أنا نسيت أقول لكم إن الطفل ده يبقى الأستاذ مازن فؤاد. إيه؟ فاجئته؟ لا، لسه في مفاجأة أكتر في المشهد التاني. دلوقتي مازن فؤاد كبر وخرج من الملجأ اللي اتربى فيه. أنا نسيت أقول لكم إن مازن اتربى في ملجأ، لأن والدته بعد الدعوة اللي اترفعت عليها ماتت بحصرتها، فالمحكمة حولت أوراقه لملجأ أيتام. بس مازن تعب وشقي واجتهد كل يوم في حياته لحد ما اتخرج من كلية الإعلام بتقدير جيد جدا، واتمرمط في الشغل، اتمرمط في مكاتب الدعاية والإعلان، واشتغل من بعدها صحفي صغير في جورنال على قد كده، يعني عاش رحلته. ويجي هنا دور الأستاذة فريال الطماوي. فريال الطماوي هي التي تمتلك النسبة الأكبر في القناة اللي انتوا تتفرجوا عليها دلوقتي. يقوم يجي بقى الصحفي الصغير ده يعجب الأستاذة المليونيرة الكبيرة دي، فتقرر إن هي تلمعه وتنظفه وتلبسه وتعمل منه سوبر ستار وتطلب منه الجواز. ومازن بصراحة كان بيلعبها ما بين ولا ومن ولا، بس في الآخر بصراحة هو وافق وقال أمين وقال أهو عادي، الحب بيجي بعد الجواز. بس القدر كان ليه رأي تاني خالص، الحب جاله قبل الجواز. واوعوا تفتكروا ان الحب ده جه من طرف المليونيرة الغنية دي، لا خالص، ده جه من وردة فتحت على نفس الشاشة اللي انتوا تتفرجوا عليها دلوقتي. المليونيرة تسكت؟ لا طبعا، دي كانت هتتجنن وقررت انها تقطف الوردة دي قبل ما تخطف منها النجم اللي هي لمعته وظبطته وخليته سوبر ستار. لا تقطفها ايه، دي قررت انها تقتلها في كل دقيقه هتعيشها في حياتها. بوست على الصفحه بتاعتي، اوعوا تفتكروا ان الاستاذ مازن فؤاد جاي يقول لكم لا والله العظيم انا اللي عملت كده واصل الصفحه بتاعتي اتهكرت والكلام ده، لا لا خالص خالص. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو. انا رضوى محمد خطاب، معده برنامج اصل وصوره للاستاذ مازن فؤاد، وانا المسؤوله عن صفحته الشخصية، وأنا اللي بدير كل السوشيال ميديا اللي باسمي. بس بعترف، ما تتكلميش، تخرسي، إن أنا اللي كتبت البوست مش أستاذ مازن، بتحريض من فريال هانم الطماوي. والله العظيم غصب عني، هي اللي هددتني بقطع عيشي، وإنها هتلوث سمعتي في الوسط كله، ورشدني بتقديم برنامج اخباري. وبقولها قدامكم وانا في كامل قواي العقليه، شاديه الفلاني بنت حلال ومازن فؤاد هو اللي ابن حرام. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.